بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. المقطع الفيديو الثاني من ورشة عمل 3D Max تابعة للكورونا ريندر. تكلمنا بشكل سريع بالفيديو الأول عن مودلينج لعمود نيو كلاسيك في بنهايته تاج أو كورنيش، ومدماك اللي هو عبارة عن مدماك 50 سنتي 0.5 بوحدة قياس من كاستمايز يونت سيت اب، والمداميك اللي الجدران هي عبارة عن 25 سنتي برضو بنهايتها كورنيش، نفس الباترن تبع الكورنيش او الكروس سيكشن اللي احنا اخترناه من الصورة هاي بكل بساطة وكل سلاسة. حابب انا اكمل ورشتنا تي زد. انا بدي افرض ارضية، فرضا من عندي بدها تكون ارضية عبارة عن بوكس بهذا الشكل، بغض النظر عن حجم البوكس ممكن اخلي الثيكنس تبعه للاسفل بالماينس. البوكس هو عبارة عن مثلا 40 متر مربع في 40 متر مربع في ارتفاع مثلا ماينس 0.1 اللي هو ماينس 10 سنتي للأسفل. احنا هيك متفقين بالارتفاعات الموجودة عندنا. في حاب شغلة انا نوهلها، ممكن انا اتحكم في طول الجدار عن طريق الفيرتكس بعد ما حولناه للإيديت بولي. أمسك الفيرتكس اللي موجودين عندي هون بيسار الجدار وأمده شوي للقدام، أعمل شيفت مع موف بالإكس أكسس للجدار، ممكن كوبي أو إنستنس بصير الاثنين بصيروا. ممكن أنا بهاي الطريقة باستخدام إف زد، إف اللي هو عبارة عن الفرونت والزد اللي هي عبارة عن الزوم، وأجيب العمود تبعي بهذا الشكل. وبعد هذا الإشي ممكن أنا كمان أعمل شيفت مع موف لا الجدار الموجود عندي كمان مرة F Z بهذا الشكل. ممكن أنا أضبط الفيرتكس اللي موجودين عندي، الفيرتكس بالجهة اليمنى بالX Axis، ممكن أدخلها جوا العمود مش مشكلة. نهاية حتتلبس ماتيريال. القطعة اللي موجودة عندي ممكن هاي أمد الطول تبعها خاص فيها، وأعمل كوبي للعمود بالX Axis بهذا الشكل F Z. هو عبارة عن سكتش أو سكتش تمثيلي، شيفت مع موف تقريبا فتحة باب، وبعدين ممكن أنا الجدارية الموجودة عندي هون شيفت مع موف بهذا الشكل. طريقة كتير سيمبل كتير بسيطة، تو إليمنتس ممكن أنا أعمل منهم بصراحة يعني ورشة عمل كاملة. لا يعني إنه كثرة الإليمنتس الموجودة عندي إنه هي ممكن تعمل ورشة عمل، ممكن بساطة الإليمنتس أو بساطة العناصر المكونة للشكل تعمل لي ورشة عمل أفضل ما تكون فيها عدد عالي من الإليمنتس. لو أنا حابب هذا الجدار كمان أحطه بشكل عرضي، شيفت مع موف بالواي أكسس وإي فروم كيبورد، بفعل الأنجل أو معامل الدوران، ألفه لحد ما يكون 90 درجة بهذا الشكل. دبليو تي زد، دبليو موف وتي توب وزد اللي هي زوم، ممكن انا احركه بهذا الشكل الموجود عندي. ممكن انا اقرا قراءات بشكل عام من اي زاويه انا بحبها. بالواي اكسس ازيحه بهذا الشكل. كمان ممكن انا اتحكم بالفيرتكس الموجودين رقم واحد، بدخل على الفيرتكس بمده بشكل طولي بهذا الشكل، شيفت مع موف للعمود الموجود عندي هون. كمان هاي القطعة مع هاي القطعة شيفت مع موف بهذا الشكل. وشيفت مع موف كمان مرة بهذا الشكل. تكرار الحجار أو مداميك الحجر مع الأعمدة بهذا الشكل. حتكون عندي أرضية هون غالبا. الأرضية اللي حتكون عندي هون عبارة عن بوكس بسيط بهذا الشكل، يكون عبارة عن بوكس طولي. راح نعمل فرزة في هذا البوكس. أول شيء بدي أحدد المقاسات تبعته، ممكن يكون الويدث تبعه عبارة عن 20 أو مثلا 30 متر، بصير إنه نعمله 30 ما في أي إشكال. ونزيحه على اليسار شوي بهذا الشكل، ويكون العرض عبارة عن 6 متر. ارتفاعه يكون 0.08 عبارة عن 8 سنتي عن مستوى
سطح الأرض. رايت كليك convert to edit body. ممكن 4 أو البوليجونز الموجودة عندي هون أعملها insert اللي هي offset زي موجود الأوفست بالأوتوكاد. أوفست برضو بالإيديت بولي تابع على البوليجونز أو الفيس. ممكن يكون عبارة عن بوينت 15. عد إنسر لنفس البوليجون هاي العلوي عملها إكسترود بس مش للأعلى للأسفل. يكون ماينس بوينت 0.05 5 سنتي للأسفل ونترك 3 سنتي تسميكة أرضية بهذا الشكل. إذا أنا حابب كمان ممكن أكرر هذا الاشي الموجود عندي هون في المنطقة، لكن هذا انا بحس انه هيك كفاية بهذا الشكل. كل سيليكشن سيليكشن اول ممكن انا ازيح الالمنت اللي هي انا بشتغل فيها العناصر بهذا الشكل واعمل سيليكشن اول واحطها مثلا لجري كولر بهذا الشكل. اشوف الشكل العام اللي موجود عندي عبارة عن فرزة عمود فيه مدماج تقريبا 7 مداميك 50 سنتي وفي كورنيشة تقريبا 25. كورنيشة نفسها هي 25 موجودة على الجدران بهذا الشكل. ممكن احنا نعمل سكتش لباب باب مدخل فيلا بغض النظر عن الطراز او الستايل. ممكن احنا ندخل المودرن ستايل بالموضوع باستخدام الريكتانجلز الموجود عندي هون. ممكن انا ارسم مقطع تخيلي للباب بهذا الشكل وأعطي X from keyboard EXTR FZ. ممكن أنا أزيد الارتفاع يكون عبارة عن 1.80 1.8 أو 2.2 بيصير كمان ارتفاع الباب بهذا الشكل. بعدين Alt Q TZ باستخدام الريكتانجل مع السناب 2 وأطفي معامل الدوران موجود عندي وأرسم فوق البوكس ريكتانجل جديد. S from keyboard طفي السناب. X from keyboard EX TR من keyboard بعطيني extrude تبعي. ممكن أغير اللون تبع الاكسترود حتى أميز عندي القطع أو الألوان يكون عبارة عن 0.1 10 سنتي وأعطي X from keyboard كمان. ممكن نعطي استمرارية X from keyboard شل بهذا الشكل ويكون الشل عبارة عن 0.025. أهم إشي بالشال حكينا الستريت كورنر حتى ما يمد سكاج بالمناطق أو الزوايا أو انتفاخات. شيفت مع موف لهذا الستريب الموجود عندي وأعمل نمبر أوف كوبي بغض النظر عن النمبر. الزيادة القطعة الزيادة ممكن أنا أستغني عنها بهذا الشكل. أي قطعة زيادة ممكن أعملها سيليكشن مع ديليت. تظل القطعة الأساسية أو القطعة الأساسية عندي. رايت كليك convert to edit body و attach اللي هي نعمل attach حولهم لقطعة واحدة بهذا الشكل بالضغط المستمر على باقي القطع. أو أي حدا من المستمعين مو حابب يشتغل بهذه الطريقة فيه يشتغل بطريقة اللي هي الفلور جنريتر. لازم تنزل الفلور جنريتر الفيرجن حسب فيرجن الماكس موجود عندك وتشتغل بنفس الطريقة هاي. انتهينا من الورشة تقريبا. ضايل عندنا مرحلة تلبيس الماتيريال. مرحلة تلبيس الماتيريال شوي مختلفة. انا مجهز فايل كنترول اس للملف وراح اسميه كورونا ووركشوب واطلع منه بهذا الشكل. في عندي فايل بصراحة جاهز انا مجهزه ومجهز اعدادات الريندر اسمه اكستيرير سين. راح ارفقه بالتعليقات بلينك ميديا فاير ان شاء الله تعالى. تعليقات بالدسكريبشن راح انزله. راح افتح الفايل. هو عبارة عن ملف ماكس فيه اعدادات الريندر فيه برو اتش دي ار اي فيه كاميرات جاهزة وفيه كورونا سن. كل اللي علي ان انا اعمله انه اعمل ميرجينج او ميرج للفايل اللي انا اشتغلت له مودلينج والبس الماتيريال والاضاءات والكاميرات. ولو حابب اغير اعدادات الريندر ممكن نغيرها على نفس الملف. الملف اول ما نفتحه بنعمل له في قائمة اليونت مس ماتش اوكي. راح يكون وحدة قياس هون بالمليمتر. الكوربشن ممكن احنا نعمل كريب كونكشن بس يفضل ان نعملها سكيب اكس فروم كيبورد بهذا الشكل. السين كونفرتر كمان اكس عبارة عن سين. انا شخصيا بشتغل فيها
صراحة موجود فيها كاميرا ممكن تعمل شفت موف مع الكاميرا، موجود فيها الكورونا صن، وموجود فيها السويبس إليمنتس بالمقاسات تبعتهم تي زد، هو عبارة عن تايم تيبل أو جدول للسويبس. في السويب تستعون الكورنيش الكرانيش الجدار، في مثلا الريلز الهاند ريل، وفي كرانيش اللي هي السقف، وكرانيش خارجي وداخلي، بصراحة مجموعة كرانيش ممتازة جدا. وفي عندي سبوتس نوعين من السبوتات، في الدبل وفي سينجل سبوت اللي هو ريكتانجولر انسايد بكون سيركولر تي زد. شو الخطوة اللي ممكن أنا أستخدمها هون في هاي المرحلة؟ فايل امبورت، ومن امبورت بختار ميرج، انتقل للبي سي تبعي او الديسكتوب وبعمل ميرجينج للفايل. انا سميت الفايل كورونا وركشوب اللي احنا عملناه لمده من شوي، دبل كليك عليه، بعمل بقائمه كورونا وركشوب اللي هي الميرجينج اول، بختار انه اول انه كل الانمتس تنزل عندي، اوكي. بعدين ابلاي تو اول دوبليكيتد، وبعطيها اوتو رينيم، ابلاي تو اول دوبليكيتد اوتو رينيم ميرج ماتيريال، اكس فروم كيبورد، اكس فروم كيبورد لا القوائم الموجودة عندي W، وبجيب القطع عندي هون بهذا الشكل. قبل ما ننتقل لمرحلة الماتيريال، كنترول S للاحتياط، سيفنج للملف بهذا الشكل. ننتقل لشو الإليمنتس اللي ممكن أنا أدخلها. بصراحة أنا محضر فايل بلوكس، فايل بلوكات موجود جوا الفايل، بس نفتح الملف تبعنا حنلاقي في شيء اسمه اكسيرنس سين اللي هو السين الفارغ او الامبتي سين، وفي فايل اسمه مابس، في بعض المابس انا كنت استخدمها في مشاريع سابقه من قبل، وفي البلوكس موجود اول بلوك او اول ممبرز من الممبرز تاعون البلوكس اللي هو كونكريت تايل. خلينا نشوف البلوك للتايل، عباره عن بلوك ارضيات مشغول بطريقه بمب، عباره عن ماتيريال ممكن احنا نعمل بالبيك او السرنج تبعت الماتيريالز نسحب الماتيريالز. البلوك الثانيه هي عباره عن البلانيت يونت، هي وحدة لاندسكيب أو يونت لاندسكيب فيها تريز هيك جرين اللي لطيف. البلوك الثالث اللي هي سيارة نوع رينج روفر. البلوك الرابع هو عبارة عن نوع من أنواع الحجار يسمى نوع القص يسمى السوكات، وعلى فكرة هذا الحجر حجر أردني مشهور في الأردن في المباني الأردنية. ستريت لايت اللي هي إضاءات الخارجية أو اللاندسكيبينج لايت موجود عندنا. نبدأ بعمل ميرجينج لهذا الموضوع أو إدخال هاي البلوكات بطريقة أو بأخرى. تي زد فايل إمبورت ميرج، ننتقل للفايل تبعنا اسمه جيت، بفوت على جيت ومابس، ومن مابس بفوت على البلوكس. الكونكريت تايلز هو عبارة عن فيرجن كورونا، دبل كليك عليه بعدين بضغط على أول بهذا الشكل W T Z. البلوك هو عبارة عن صورة مابس مشغولة بماتيريال. طيب مهندس المساحة أو البلوك مش قد الأرضية، الموضوع كتير سلس. M from keyboard باستخدام السرنجة اللي هي pick material from object، بختار القطع هاي وبعدين سموها بيفينج، بعملها أصين على الأرضية الموجودة عندي هون. كيف ممكن أعملها أصين؟ طريقة كتير سلسة، من الدائرة اللي هون بعملها أصين. في عندي ظهرت هون مشكلة، المشكلة اللي هي X from keyboard UVW map هي حل لهذه المشكلة، وبختار من UVW map box، وبعدين من أول خيار من UVW map في الخيار جزمه، ممكن أنا بالسكيل للجزمه أعمل له سكيل بهذا الشكل، ممكن طريقة سكتشية بصير إن أنا أختار سايز معين حسب السايز اللي أنا بحسه مناسب بالنسبة للمساحة اللي موجودة عندي. تي زد مقارنات لسه كمان بدها سكيل، محتاجة سكيل كمان بهذا الشكل. تي زد تي زد بحس إنه السكيل تقريبا مشابه للبلوك، فأنا بهاي الطريقة ممكن أنا أستغني عن بلوك سيلكشن وديليت يلو بهاي الطريقة. كنترول S. النوع الثاني من الماتيريالز اللي أنا ممكن أدخله ميرج جيت مابس بلوكس. أنا ممكن أبلش تلبيس بالحجار اللي عندي في فايل اسمه stone texture socket
دبل كليك عليه بهذا الشكل، ممكن أنا أستخدمه، أو إذا أنا مش حابب أستخدمه الآن ممكن أنا أنزل سيارة الرينج، دبل كليك عليها أول W Z T Z، ممكن أنا السيارة تيجي عندي بهذا الشكل أمام المدخل. E from keyboard معامل الدوران، هذا الشكل. Ctrl S File Import Merge. كمان ممكن أنا أنزل البلوكات الباقية عندي، دبل كليك على Gate، دبل كليك على Maps Blocks Concrete. في عندي Planet Units ممكن أنا أستخدمها بهذه الطريقة All T Z. في عندي وحدة جميلة من وحدات البلانت، ممكن أنا أعملهم جروب ويجوا عندي بهذا الشكل. محتاج تنزيل للأسفل قدر بسيط. A from keyboard rotation، ممكن إحنا نعملها rotation يكون شيف مع موف انستنس، يعمل استنساخ بعدد من الكوبيز الموجود عندي هون. ممكن انا اخذ شيف مع موف لقطعه من القطع الموجوده عندي هون، و هذول القطع الاربع خمس قطع الموجودين عندي الت كيو اخليهم عباره عن جروب. القطعة الموجودة عندي هون ممكن نعملها أني جروب بهذا الشكل، واستغني عن الشجيرات الصغيرة، أو أخذ مثلا هذول الثلاث قطع الموجودين عندي وباقي القطع أعملها ديليتينج بهذا الشكل. ممكن القطع هذول سكيل باستخدام السكيل الموجود عندي هون F Z W، ممكن أنا أوزعهم بطريقة أو بأخرى F Z. شجرة السرو كمان بهذا الشكل ممكن أنا أعملها سكيل، ممكن يحتاج سكيل أكثر. ممكن استنساخ instance بهذا الشكل، ممكن اخذهم selection مع بعض و alt q ونعرفهم على اساس انهم group unhide all بهذا الشكل. انا ممكن الان اتطرق ماتيريال سوكت، كوبي بيست بهذا الشكل، واعمل ماتيريال الحجر الموجود عندي. رايت كليك ماتيريال كورونا ليجاسي ام تي ال بهذا الشكل، دبل كليك. ممكن انا بالبمب باستخدام البمب الموجود عندي هون على المابس ومن مابس جنرال وبعدين بيت ماب، واروح على الديسكتوب دبل كليك لخامة السوكت. شو الهدف من البمب؟ أنا مش محتاج فقط صورة حجر، أنا محتاج أعلي قيمة البمب الموجود عندي. Open Preview Material حتى أشوف الخامة وتفاصيل هاي الخامة الموجودة عندي هون. ممكن أنا أعلي من قائمة Maps، من قائمة Maps أروح من قائمة Maps للبمب، ممكن أخلي القيمة بدل ما هي 1-3 Enter. أعطاني تكتشر الحجر أو التحفير تبع الحجر اللي موجود عندي بهاي الطريقة. بعد هيك ممكن أنا أخذ الصورة نفسها وأحطها على الديفيوز، هي تحفير موجود فيها الماب مرة على البمب ومرة على الديفيوز. شو لازم أعمله؟ ممكن بشكل سريع كل القطع الخارجية
تكون عبارة عن نفس الخامة باستخدام UVWMap XUVWMap بهذا الشكل. ممكن أنا أختار بوكس ومن اليوفي الجزمه، بعدها أنتقل للسكيلينج، أضبط وحدة القياس أو الصورة على الأوبجكت اللي موجود عندي هون. إذا أنا حابب كمان بصير إنه أخذ اليوفي تكرار على كل الأعمدة الموجودة عندي هون، بسحب اليوفي من قائمة الموديفاير على الأعمدة بعد ما ألبسهم الخامات بشكل لطيف. كمان هون هذا العمود محتاج يوفي، أحسن ما أنا أعيد اليوفي كل مرة، فاستنساخ لليوفي، استنساخ لليوفي نفسه. ممكن هون كمان محتاجة XUVWMap بهذا الشكل بوكس، ممكن أنا بالجزمه أغير في سكيل الصورة الموجودة عندي. نفس الإشي أنتقل UVWMap أو أنقلها لهون، نفس الإشي أنقلها لهون بهذا الشكل. كمان ممكن القطع هاي اللي هون موجودة عندي كان أخذ XUVWMap وأخذها إنها تكون عبارة عن بوكس، ومن بوكس نأخذها بالجزمة بهذا الشكل، بعدين بالواي أكسس أعدل في السكيل تبعها وأخذ UVWMap على قطع الجدران المتبقي. أنا تقريبا انتهيت من تلبيس الخامات. في عندي خامة الخشب نفس الفايل، فايل جيت بعدين مابس، ومن مابس بلوكس، وبعد بلوكس ممكن أروح على ستون تكتشر سوكت وأخذ الوود عندي كوبي بيست، وبعدين أنتقل لفايل الماكس بهذا الشكل بشكل بسيط. إم فروم كيبورد رايت كليك ماتيريال كورونا ليجاسي ام تي ال، ومن الديفيوز اختار مابس جنرال بيت ماب لحتى اخذ صورة الخشب الموجودة عندي. لو عندي ريسايكلينج على الاوتو سيف من قائمة اكزيت او من زر اكزيت دبل كليك حتى انهي الاوتو سيف، دبل كليك على خامة الخشب. ممكن خامة الخشب محتاج بالريفليكشن الليفل يكون مثلا 0.6 والجلوسنس ليفل كمان يكون 0.6، يكون فيها لمعان ألبسها للمنطقة هاي. الطريقة الثانية للتلبيس Assign Material بعد ما أنا أعمل دبل كليك على الخامة Assign Material to Selection، Alt Q قطعة هاي لحال، محتاجة XUVWMap، محتاجة إنها تكون بوكس. لطيف التلبيس الماتيريال لطيف، ولكن أنا بحس إنه توشيحة الخشب أو توشيحة الوود تكتشر لازم تكون مع الستريبس اللي ماشي هون، توشيحها بشكل طولي والستريبس بشكل عرضي. فأنا يفضل من الجزمه روتيشن استخدام الانجل بالواي اكسس اعملها بهذا الشكل واضبط السكيل حسب رؤيتي للموضوع. كن بالواي اكسس بهذا الشكل رايت كليك ام هايد. متبقي شغلة بسيطة بصراحة عندي، انا ممكن هون كمان خامة حجر تنضاف عندي بهذا الشكل، وأضبط الخامة Alt Q XUVWMap. Alt Q معناته isolation للشكل، بأخده على جنب حتى أعرف أشتغل بعيدا عن باقي الإليمنتس اللي موجودة عندي. ممكن ال UVWMap بشكل بالزد أكسس تتزبط بهذه الطريقة. Right Click Unhide All. المتبقي هون في هاي الحالة إنه فايل Import Merge فايل Gate من جيت لمابس وبلوكس. ممكن احنا اخذنا الكونكريت، اخذنا البلانيت، اخذنا الرينج، اخذنا التكتشر، ممكن الستريت لايت او الاكستيرير لايت على الفايل دبل كليك اول، وبعد اول اوكي، وبعد اوكي ابلاي ذا اول دوبليكيتد اوتو رينيم دبليو زد. اول ما تنزل عند الخامات هي عباره عن مجموعه من الاضاءات، ممكن اجيبها داخل الشكل هذا او قريبه على الجيومتري. اختار نوع من انواع الاضاءة، ممكن انا اني جروب اعمل ديليت للاضاءات اللي ما بدي اياها. اخترنا هاي القطعة من الاضاءة، ممكن يتم توزيعها
بشكل معين بهذا الشكل. أول شيء بدي أعملها align على القطعة، align بالz axis maximum minimum، عفوا minimum maximum حتى تكون أعلى الشكل. بعدين ممكن rotation باستخدام الأنجل A from keyboard مع الـ E from keyboard rotation مع الأنجل، ويكون اتجاه الإضاءة عندي باتجاه السيارة وباتجاه البوابة، ويكون هاي البوابة مقابل أو يكون هاي الإضاءة مقابل العمود بهذا الشكل. أنا ممكن shift مع move instance number of copies أعمل استنساخ منها بهذا الشكل. كنترول مع سيليكشن ناخذهم مع بعض. بعدين يتم عمل ميرور بالاكس اكسس ويكون كوبي، تنحط في الجهة المقابلة على العمود اللي بجنبه. تقريبا انتهينا من الورشة، ضايل مرحلة الريندر. راح نشوف مرحلة الريندر بالفيديو اللاحق. هيش الجيومتري او الشكل العام لا الورشة من الخارج. طبعا انا ممكن انا اعمل بروكسي للقطع هاي الموجودة عندي، الت كيو اخذهم. اول شيء حتى اتأكد قبل ما اعمل عملية بروكسي في الكورونا، اعملهم جروب بهذا الشكل، وبعدين اضغط على شعار open open corona proxy exporter واعمل export selection object، راح يتحول عندنا الفايل لبروكسي. راح نشوفكم بالفيديو اللي بعده، يعطيكم ألف عافية.